السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في عدد جديد من أسعار العملات لنهار اليوم الاثنين 26 جوان عام 2023. أسعار العملات تتغير ما بين الفترة الصباحية والفترة المسائية وأيضا من ولاية إلى أخرى، وليعرف سعر الأورو والدولار في ولايته يكتب لنا في التعليقات حتى يستفيد الجميع. أما سعر الأورو لنهار اليوم، سعر الشراء 2,230، أما سعر البيع 2,250، وكذا يبيع فيه 2,270. أسعار البيع والشراء تختلف من منطقة إلى أخرى. وإذا كنتوا تعرفوا سعر الأورو والدولار في ولايتكم اكتبوا لنا في التعليقات حتى يستفيد الجميع. وإذا كان عندكم إعلان بيع أو شراء للعملات خاصة الأورو أيضا اكتبوا لنا في التعليقات. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على رمز الجرس حتى يصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في موعد لاحق.